Hi, grade 5 students. Today we'll begin with our lesson of fraction representation in comparison to the unit, and this is the video number 1. In this video, we will review the parts of a fraction. A fraction tells us how many parts in a whole we have. إذا احنا معنا مثلا one whole, وحدة كاملة مقطعة على parts. إذا احنا عم نحكي عن parts من whole, أجزاء من وحدة كاملة, أنا عم بستعمل الفراكشن. فهون هي ال one whole هي كلها مقطعة على parts. For example, هون مقطعة على 6 parts. إذا عم بحكي عن أجزاء من هود 6 parts, أنا عم بحكي عن الفراكشن. أوقات كمان بكون عم بحكي عن parts of a set of objects. For example, معي هيدا objects هو set of objects, بتشوف كم وحدة هني fell down, كم وحدة وقعوا. فأنا هون بستعمل مين؟ الفراكشن. Parts of the fraction, الفراكشن عم في عنا two numbers بالفراكشن. Number بيكون بالداش, بيكون هو upward, والنمبر بيكون below the dash. هلا لحنا النمبر اللي بيكون بالupper the dash بيكون النمبر of parts اللي أنا عم بحكي عنهم, يعني قدي أنا أكلت, قدي أنا بقي, عم بحكي عن الparts اللي أنا اللي بدي هني. بينما الفور اللي بيكون تحت الـ below the dash بكون عم بحكي عن كلها قد هي مقطعة, مش قد أنا بدي أو قد أنا عم عين منهم, عن كلها قد مقطعة هي الهول. النمبر اللي بيكون upward بنسميه numerator, وهيدا بنسميه denominator. Which number is circled؟ هيدا النمبر اللي عملنا له circled, هل هو numerator ولا denominator؟ هيدا denominator لأنه below the dash. هلا النمبر 3 هو النيومينيتر, هو بيكون هو فوق الداش, معناتها هو النيومينيتر. دينومينيتر لنحكي اكل عن دينومينيتر. ذا دينومينيتر سيز هاو ماني ايكوال بارتس ان ذا هول اوبجكت. من خلال الدينومينيتر اللي هو بنعرف قديش عدد البارتس المقطعة الوحدة الكاملة. كم بارت هون مقطعة؟ مقطعة على 2 بارتس, هيدا اول بارت وهيدا تاني بارت. ممكن كمان يكونوا كل بارت بلون عادي. المهم انا معي هون 2 parts, الهول مقطع على 2 parts. معناتها الفراكشن بهيدا اللي عم نرمز له, بدنا نرمز مثلا للريد, بدنا نرمز للبلو, حتى للاثنيناتهم مع بعض, دائما حيكون الدينومينيتر هو 2, لانه الدينومينيتر هو بس حسب قديش الوحده الكامله قد ايه مقطعه. هون ل 2 معناتها الدينومينيتر رح يكون 2. طيب هلا هون بتشوف الدينومينيتر بهيدا الفراكشن, هون الدينومينيتر هو 4, هون الدينومينيتر هو 3, هون الدينومينيتر هو 2, هون الدينومينيتر هو 8, حسب قد ايه هن البارتس, قد ايه كلهم قد ايه هن مقطعين. النيومينيتر اللي احنا بنعرف هون عنا هيدي الاوبجكت, عنا هيدي الهول الوحده الكامله مقطعه على 2 بارتس. هيدي البارتس وحده منها نون كالرد, منها ملونه يعني بالوايت, وحده منها بالبلو. إذا أنا بدي أحكي عن لون منهم, بدي أحكي مثلا بس عن البلو, معناتها أنا بدي أشوف كم وحدة بلو ملونة. ملونة بس وحدة شقفة منهم, قطعة one part, معناتها الفراكشن هو 1/2. فالفراكشن هو 1/2 representing the blue. هلا هون بدي أشوف هود الكالرد هون كم كالرد عندي part. عندي 2 parts colored, 2 ملونين واثنين أنا تركتهم بلا تلوين. أنا عم بحكي هون عن الكالرد, كم وحدة مقطعة ملونة؟ في عنا 2. طيب إذا أنا بدي أحكي عن الفراكشن representing the colored, شو بيكون النيومينيتر؟ بالنيومينيتر رح أحط 2, لأنه أنا عم بحكي بس عن 2 ملونين. أما الدومينيتر بدي أحط كلها قد هي مقطعة, كلها مقطعة على 4, فبحط الدومينيتر هو 4. هلا هون بتشوف النيومينيتر of the non-fraction of the non-colored part اللي هن منهم ملونين. من الملونين قد ايه هم بدي احط النيومينيتر؟ اكيد هم بدي احط 1, هون بدي احط كمان 1 لانه اللي مش ملون هو بس وحده. هون قد ايه عندي منهم ملونين؟ عندي 7, هون عندي 3 منهم ملونين. What the fraction of the ball is red؟ كم وحده هون عندي ريد ملونين بالريد؟ عندي بس وحده من هيدي الست الكبيره, هون ما عندي وحده كامله, عندي 6. فوحده من اصل قد ايه هن كلهم؟ 4. فمعناتها الفراكشن بيقول هو 1/4, هي 1, بينما الست كلها هي 4.
طيب which fraction of the arrows hit the bullseye؟ قد ايه هون اي وحده كم وحده صابت الهدف اللي احنا بدنا اياه؟ هي 1 over 3. هي 1 over 3 هي اللي اصابت الهدف الارو الوحيد 1 من اصل 3. هون بدي اكتب انا الفراكشن. هون الفراكشن بنقول للكلرد للملونين هي 4 over 6. هون للكلرد كمان هو 1 over 4. هون هن كلهم 3، انا ملونه 2 فالفراكشن هو 2 over 3. هون الفراكشن هو 6 6 over 9. فهيك انا بكون كتبت الفراكشن. هلا انا بدي اشوف كيف بدي اكتبهم كورس بالكلمات، كيف بدي اقراهم. فور اكزامبل انا هون فيني اقول 2 over 3 اذا انا بدي اقراه، فيني اقول كمان 2 third، 4 over 5 فيني اقول، او فيني اقول 4 fifth. فبنحط اتش على الدينومينيتر، الدينومينيتر بحط لها اتش. هيدي 1 over 4 وفيني اقول كمان 1 fourth، او فيني اقول كمان كوارتر. كوارتر this is the quarter، الربع. 1 over 2 فيني اقول، او اقول half، النص اللي احنا دايما نقول عنا اخدنا 7 and half، هي الهاف 1 over 2. 1 over 17 هي 1 17th، فمنحط النيومينيتر بعدين دومينيتر بنحط له تي اتش. هوني 1 over 3 او فيني اقول 1 third. 2 over 7 او بقول 2 7th. 3 over 4 او فيني اقول 3 quarter، الكوارتر قلنا هي 1 over 4، هيدي 3 over 4 يعني 3 quarter. 7 over 2 بنقول 7 halves لانه الهالف هي 1 over 2 فهيدي عندنا 7 7 halves. عندنا 1 over 14 هي 1 14th. هلا انا معي هيدا الرولر بدي اشوف الفراكشن 1 over 8 من بعد الزيرو فعنا 1 over 8 فبنقول 1 8th. 1 over 4 بنقول quarter. 3 over 8 بنقول 3 8th. 1 over 2 بنقول half. برجع عنا 5 over 8 بنقول 5 8th. هلا فينا نحط داش بيناتهم وفينا ما نحط. هلا نقول 3 over 4 او بقول 3 quarter، كمان فيني اقول 3 quarter. 7 over 8 او 7 8th.